تفضل شيخ. ان شاء الله. الاخوه اللي بدخنوا سجاير بعد اذنكم يا استاذ. الاخ اللي بدخن بس سيجاره دي فيها السجاير. السجاير بس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. الله يبارك لك. الله يحفظك. إن للمتقين مفازا. اسمع قرآن. اسمع عليك يا دكتور. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء
عجيب عجيب عجيب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول الكافر ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. يعمل حوار حوار ماله كده شكل كده مع بعض كلام بس نسمع القرآن بعد إذنكم يعني. إيه مولانا. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. والسماء والطارق
فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إنه على رجعي لقادر سبحانه وتعالى فلينظر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر فما
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن هد الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وولد لقد خلقنا الإنسان
ابدا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. الثاني وراك بيقول لك صدق، والأخ اللي وراك بيقول لك صدق. وراك جينا من ليه؟ انا عارف عارف. أيحسب أن لم يره أحد ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين. ألم ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلو اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 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 ذا مقربة.
مسكينا. أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نحن وأنتم إن شاء الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم اللهم إنا وهبنا ثواب ما تلوناه ونور ما رأناه هدية منا إلى روح سيدنا رسول الله إلى روح الأم المتوفاة اللهم أنزل على قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم اجعل منها روضة رياض الجنة اللهم عافها واعف عنها اللهم أكرم نزلها اللهم ثبتها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة يا رب العالمين هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وياكم مصنفين خاشعين مع مسك الختام روعة التلاوة وغالبهم القرب القرآني الكبير القارئ الدكتور عبد الناصر حرج قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي وعضو النقابة العامة لقراء جمهورية مصر العربية كانت التلاوة تكريما للأم الراحلة الكريمة حرم علينا الشيخ سليم الجلح شيخ قبيلة عرب الدواغرة ومشاركة إلى أبناء الكرام وإلى عموم قبيلة عرب العبدة شاكر باسم حضراتكم لدكتور إبراهيم أبو حرشة بالهيئة البخارية والحسينية الشركات العالمية والهندسة الصوتية تحت إدارة السيد ابو الورد وابناء المرحوم الحاج حسن جرني المقيمين بالمناجاه وبقريه خمسه بحر البقر فراشد وينار الحاج محمد محمود عبد العاطي وجب الضيافه والخدمات الفندقيه تحت اداره المتر احمد الحصري بال 400 شاكر لصاحب الواجب الحاج اسماعيل البهجه شاكر باسم حضراتكم الى الساده مشايخ قبائل العرب والى سيادة النائب الشيخ سلام الرقيعي الذي جاء من شمال سيناء ليؤدي واجب العزاء الى عموم قبيلة عرب الدواغرة ومشاركة الى عمنا الشيخ سليم الدلح شاكر باسم حضراتكم واحد تصوير الهوائي اللاسلكي المشمهندس اشرف العيسوي بالمناجاة شاكر لفضيلة القطب القرآنية الحاج عيد محمد عبد العال شحاتة فضيلة القطب القرآنية الشيخ السيد صالح المعلي اخي المعز الكريم شكر الله السعي 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 السعي